هو طبيب عربي مسلم عاش في الأندلس، يعد أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة، وهو المعروف في العالم الغربي باسم أبو الكسيس. عاش في قرطبة حيث درس وتعلم ومارس الطب والجراحة، وقد تم الإشارة لاسمه من خلال كتابات ابن حزم الذي عده من أعظم أطباء الأندلس. له أعظم المساهمات في الطب، حيث ألف موسوعة طبية من 30 مجلدا، وكان لمساهماته الطبية سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو الأجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير في الشرق والغرب، حتى إن بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم. ويعد أول طبيب يصف الحمل المنتبذ، كما أنه أول من اكتشف الطبيعة الوراثية لمرض الناعور. وله إضافات مهمة جدا في علم طب الأسنان وجراحة الفكين، وبرع في تقويم الأسنان وفي التوليد والجراحة النسائية. يعد أكبر المرجعيات الجراحية في العصور الوسطى. وفي القرن الرابع عشر استشهد الجراح الفرنسي جي دي شولياك بكتاب التصريف لمن عجز عن التأليف أكثر من 200 مرة، وقد ظل تأثيره حتى عصر النهضة، حيث استشهد الجراح الفرنسي جاك ديليشام بكتابه التصريف، وقد كرمته إسبانيا بإطلاق اسمه على أحد شوارع قرطبة القريبة من جامع قرطبة. هو الزهراوي.